هذا البرنامج برعاية كاروانجي. وكثافة الشاربي أحسن مشروع فتحته هذا لك يا أهل تلزمة نص رجال بلد مليان انصاصة مليان لك تعالي بن فليحة. لك بن فليحة شنو؟ أنا اسمي أسد. لك الأسد لو وضعيته نفس وضعيتك كان الغابة هسه قسموها زراعة وباعوها. وهسه شو تريد من عندي؟ لك طب وتعلم رجولة. وهالرجولة قبالة كلها ما تشوفها؟ ليش هي الرجولة بالشوارب؟ طبعا الرجولة بالشوارب صار لي 6 أشهر أزرع بيهن. لك بابا التزارعي لك سبيناغ مو شوارب. بعدين هذني بس تجيب لهم خشبة يصيرن مرجوحة. لك هي مال شوارب. أجار بيتك من يدفعها؟ بنتي هنا. أبو سبع؟ اي بس باقي برقبتي. زين مصرفك زايدتك ناقصتك القهوه النرجيله الدمبله ذن على اليمن. على بيتي رجاء. اسد. اي بس الباقي برقبتي. لك ايش خبصتنا برقبتك؟ انت لفاف ما تقدر تخلي برقبتك انه بمصرف. اقول لك هسه شنو مطلوب مني؟ زوط بط اكو سوار جوت روح تسرح لي اياهن الذني. امشي تعلم رجوله امشي. بناتك يصرفون عليك وشواربك لهنانه. خليني عهد ما تزيدونا بعد مني وعد ولا اشوفك بعد راح اشرب عرق من دم الغزال. لك مليان خبط مليان جاب الماضي على الحاضر الظاهر مخشوش مو صح. يا فؤاد بلا روسي عليك اياد اللبناني البار بعده موجود. زط بط اياد اللبناني عزل. زط بط راح البيروت. زط بط تزوج جويل. زط بط بدنا نتزوج على العيد. هلا بدنا نعمر بيت جديد. لك ملطلط. العيش فتحتوه؟ فتحنا ما حد مال رجوله. عندك صرف رجوله بخمسه؟ لك بابا انت مو كنت مهندس صح؟ مو ابتكرت لك جهاز ايش قد حلو صح؟ جهازها كبرى قام ينقر على الطبله. لا عاد ليش هيك سويت بروحك؟ ايش مسوي بروحي؟ لك بابا كل شيء له وقت. الدراسه لها وقت صح. الابداع له وقت صح. الشرب له وقت. وانا اتفق وياك انا اكثر شخص ملتزم بالوقت. شلون؟ يوميا انصب الميز بالثمانية مساء. شو وقت تشيل الميز؟ بالثامنة صباحا. دمشي امشي طب جوا بقسم الزلم المتيه. اقيمكم عرق ما مخشوش؟ لك دمشي عار ما مخشوش منك هاي. ما حد مليان تعليم الرجوله؟ مليان اكشن مليان. ايه هو تفضل ايش رايك؟ انا اشتغل ومعيش اهلي وبنفس الوقت اروح للجيم. لك مليان طاقه ايجابيه مليان. لعجابك يمي لك دروح قدم على برنامج مواهب. لا سعاد تقول علي مو رجال. سعاد منو؟ هاي سعاد اللي عرفتها من تعرفت على زمن. زمن منو؟ اللي شافتنا ويا اختها وطردتنا من البيت. اختها منو؟ اختها اللي شافتنا ويا تغريد واغمى عليها. لك تغريد منو؟ اللي عرفتها وصادقت ولاء. وكثافة الشاربي انت مسلسل تركي. لك بابا انطيني نهايتك. ولاء منو؟ ولاء اللي راح اعوفها وصادق منال. مليان انحطاط مليان. لك بابا انت تضحك على بنات العالم وجاي هنا تريد تصير رجال. لك انت يا ما حد يفيدك انت لازم يفرمتوك. يعني ما تدخن اللي ما حد مو؟ زط بط برا. منال فوق قلت لي؟ ايه. مرحبا. مليون هلا مليون. هو هذا محل تعليم الرجولة؟ اي نعم تفضل. أريد أتعلم الرجولة. لحظة هي هيته؟ غير أسئلك؟ أنت مكمل دراسة؟ خلص كلية وطلعت الأول عليها وتعينت وهسه معيش أهلي. وشلون تعامل أهلك؟ أحسن معاملة ودزيت أمي وأبوي للحج. زين مسوي شيء خالف القانون؟ لا. متنمر على حد؟ لا. زين مختلط بالناس؟ معلم أحد على شيء مو زين؟ لا قاعد بالبيت وعليه بنفسي وبس. لعد ليه جاني؟ الناس خبلوني وما يشوفوني يقولي صير رجال وصير رجال وانا هيك من الولادة. وكثافة الشاربي اللي مسويه انت وهواي زلم ما مسويته. روح بابا روح. احنا المظهر وحياتك الشخصية ما نتدخل بيها. شكرا. واني ما روحش للحرام. حرام يا جادة ما تنطقش الكلمة دي. احنا ما نروحش للحرام. الحرام هو اللي بيجي لحد عندنا. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج ولاية بطيخ.
لك انت تبقى هيك، تبقى ما حد يحترمك، لك شو اسوي لك بعد؟ لك في يوم من الايام شرفني، في يوم اعبر مكان بدون ما تنهان، بدون ما تنضرب بالقن. لك ليش تخلينا نفش؟ انت ايش طببك هنا الاستوديو؟ شلون طبيت؟ بيزت. من انطاك الفيزا؟ محمد البنغالي. وش انطيت لمحمد وبيزتك؟ كيلو فلفل حار. وكم يوم انطاك؟ 3 ساعات. لك ما تستحي انت للاستوديو طب فيزا، لك شو وقت راح يحترموك؟ اقول لك شو انت تحكي علي؟ كم دولة طببتكم؟ كم دولة بالله؟ تركيا؟ فيزا. لبنان؟ فيزا. مصر؟ فيزا. اذربيجان؟ حتى نتعالج غير. لا وش انت تحكي علي؟ هم سياسيك ما محترمين. لك بابا تهم حاسب روحك جواز. والله انا هم اقول هيك، لو الله خالقني دفتر مختبر ولا هاي العيشه. عود ليش دفتر مختبر؟ لا هو دفتر رسم، لا هو دفتر كتابه. استغفر الله جواز، استغفر الله جواز. هم فيس، هم فيس. دروحي دروحي. مبارك للشعب الاماراتي حصول جوازهم على المركز الاول عالميا بدخول 167 دولة. مبروك عليكم قادتكم. اجيب لك طبلة بعد؟ لك انت عايش حتى تشرب عصير؟ لا تشرب عصير ده تنزل طير بس فيه من الخاطر الله. لك انا صديقك عوف العصير اسمعني. اي والله صحيح. فكرت انا أسا واحد من عندنا يسولف لو أنا لو العصير. أي أيوة والله صحيح. أنقذ سنة بحياتي 2018. أنا تشبه من 2018 تشبه من شايف من تقعد من الصبح رايح للكلية وأنت محضر أحلى ملابس ومتواعد ويا أحلى بنية وتقعد الصبح تلقى ما غاسلة تيشيرت عبالها وسخ. ده تقول لي إيه ده تشرب بس فهمني. أي أيوة والله صحيح. 2018 تعرف شنو؟ شايف لما بالليل تخلي تليفونك على شحن وتنام حتى تقعد الصبح تلقاه شاحن، تقعد الصبح تلقاه طافي لان البلاك متحرك. اي والله صحيح. بعد من تخلص هذا انطيك ايدي تاكلها. انا بس اريد اعرف شنو صار بحياتي ب 2018. صار بحياتي صار بحياتي فكره انا تعرفت عليك ب 2018. اي والله صحيح. يعني انت خربت حياتي. هاش بك مو بدك تحكي وياي؟ لحظة شوي وارجع اخابر. مش بيك ما ادري شو قاعد تحكي بالتليفون. شوف هي هاي 2018 احكي 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 واتعب وهي لابستني. اي والله صحيح. فكره تراني هم صديقك يعني انطيني شفتين من حياتك يعني ما راي شيء بس يعني تفاعل وياي. هلا. هلو. هلو حبيبتي هلو. دمرني كنا اجيب كلاشينكوف واصفيهم كلهم. هاي شبيك حبيبي قاسي ويا الذوبان. شو اسمه؟ ذوبان. حبيبتي تقولين اسمها لتاكليها يعني شنو تريدين اسوي لها؟ لبسها سنجيل وطلعت اتمشى وياها بالشارع؟ حبيبي هاي هم روح خطيه. حبيبتي الذبان عمرها 3 اسابيع يعني ذات عينت مثلها حق تستلم راتب. حبيبي زين وانت ليش هيك متوتر؟ حبيبتي 2018 دمرت حياتي يعني شلون واحد لابس قاط ونعاله بالاصبع ماكو ربط. وانت القاط؟ لا انا الاصبع. اقولكم ترى تطولتوها خطوبتكم وش وقت زواجكم اريد نرقص. لا اذا انت مشكلتك بالرقص قرص بلف دينار كوكتيل يحل مشاكلك لا تتدخل بحياتنا. خب اتزوج انت والدنيا ورقص براحتك. لا مو انا والدنيا خلاص. اه قلت له اخذي راحتك. ليش صار؟ مو اكتشفت عندها علاقه قبلي وقلت لها هبت الناس انا بطريق وانت بطريق. طيح الله حظك بس خطيه انت لا تفضح اطردها وسد الموضوع. والله صحيح. يفضحها؟ اي طبعا غير كانت عندها علاقه. وشكو بيها استاذ؟ شنو شكو بيها؟ البنيه كانت عندها علاقه يعني الولد بعد ما يتزوجها. زين وانت ما عندك علاقات قبل؟ بابا انا رجال اطلع ازحف انقتل اصادق اعوف اترك اخون انا رجال. وكم علاقه كانت عندك قبل؟ 5 6 7 8 9 10. وين المشكله؟ وإذا كل الناس تفكر مثلك فلازم أذني 5 6 7 8 9 10 كلهن نذبحهن لأن حضرتك ما تزوجتهن. أقول لك شو أنا جاي أشتم ريحة علاقة قديمة فهميني إذا أكو علاقة قديمة حتعرف شو أسوي. لا أنت ما تفتح حلقك تسكت وأني بعد ما أريد أشوف وجهك وراح أحضرك من كل شيء. أقول لك معقولة من قلصت وما خافت؟ قلت له تعرفت عليك ب 2018 مو؟ اي والله صحيح.
على 5-5 الصورة يا ولد. طلعت هذا الاستطلاع عنادا بعلاء الابراهيم العالم ممكن تتزوج بنية عندها علاقة سابقة، وإذا كانت بنية ممكن تتزوج رجال عندها علاقة سابقة. واني ليش؟ أنا في الاستطلاعات على الإبراهيم مدى أشوفه وين؟ أمير ليش أمير؟ أمير مو أنت شغلك موجود وأنا 24 ساعة بهذا مصلت الصفرة واضطرينا نتوازينا عليها أمير. ممكن تتزوج بنية عندها علاقة سابقة؟ ممكن. ممكن تتزوج بنية عندها علاقة سابقة؟ ما أعرف. شغلتنا ومرتاحين شنو الاستحالة؟ بس فهمني ليش؟ وكم تطلع واحد يفارق المول والزحلة؟ شو اللي بيه؟ علي فاضل شفت بعينك فعلى الإبراهيمي بعد ما نحتاجه أنا راح أخذ المكان. حبيبي بس أريد نشتغل أريد نشتغل. أقول لك ما أعزل الحلقة. تزوج وحدة عندها علاقة سابقة؟ لا. ما تتزوج وحدة عندها أبد؟ أبد. ممكن تتزوج بنية عندها علاقة سابقة؟ ما يعرف يسأل ما يعرف. لا. ممكن تتزوج بنية عندها علاقة سابقة؟ ما أتصور. أنت شخصيتها. أسئلتك كلها غلط أمير. أسئلتك كلها غلط. هسه خابرنا علي فاضل قال أسئلتك كلها غلط ولازم تلحق أموري لأن كل شيء ما يعرف وسوى هسه بالمول. ممكن تتزوج بنية عندها علاقة سابقة؟ لا ما. استطلاعات وهاي اللقاءات مو بالهوسة وهاي العالم تمشي وراك. لا كون أنت تعرف شلون. أمير ليش؟ ممكن تتزوج بنية عندها علاقة سابقة؟ الإنسان لازم يختار المرأة الصحيحة. على الإبراهيم أنا ما أرد طلع. خطيئة لا. علي فاضل بشرفك مقصر وياكاني شو صاعد كوسترات على مودك. ممكن تحب بنية عندها علاقة سابقة؟ لا. شو يسوي استطلاعان له أموري؟ أموري. السلام عليكم شباب. تعال صديقي. هذا وين طاب مضيف؟ سلام عليكم. علي فاضل يصير يخلي إيده على اللي يلتقي بيه ما يصير شنو هالميانة هاي؟ شو بالله خلي إيدك؟ غير أحباني. يا ولد كيف الصور خلنا نشتغل. أمير الشغلة مو شغلتك أنت رجال تروح. لا شغلتنا بس أنت مو شغلتك. هاي صور أمور ياخذون يا صور أنا ياخذون يا صور. خمسة بعدين أعطيك إياها يتلح بالموضوع. علي فاضل على الإبراهيم الإبراهيم. على إبراهيم وبس. وبخمس آلاف كمدير الأمن ومدير المول وأنا بعيط. ممكن تتزوج بنية عندها علاقة سابقة؟ لا. يقول من ستر عورة مسلم ستر الله عورته صح ولا لا؟ مير هذا يعني مستطلع صار درس مال إسلامي. ممكن تتزوج بنية عندها علاقة سابقة؟ أكيد لا. ليش أكيد لا؟ ها آه علي فاضل علي فاضل أمير خربوا الاستطلاع كله خربوا. ممكن تتزوجين رجال عنده علاقة سابقة؟ إي عادي. زين هم برأيك الرجال يفكر بنفس الطريقة اللي تفكرين بيها؟ لا. سؤال ممكن تتزوجين رجال عنده علاقة سابقة ولا لا؟ عارو طيب لبلبي وين المرتاح وين ضارب عمي؟ السلام عليكم. عليكم. أمير اتخذ لي شغلة من عندي. عقب اللقاء خليها لأموري والله أحسن. لأموري خليها لأموري. لأموري أحسن والله لأموري. أمير هو أنا عفتك اللقاءات والحمد لله فتحت عربانة مقلب لبي وخلينا نشتغل على باب الله وسلم لي على علي فاضل قل له صب لنا أربعة ماشي 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 لبلبي عمي ما دام شفنا مشهد أموري حاب أوضح قضية مهمة بالحلقة اللي فاتت عرضنا مشهد الأموري أيضا كان بشخصية فتاة مكفوفة ما كان قصدنا تماما الإساءة لهاي الشريحة المشهد مفهم غلط السائد بالكوميديا بالدراما بالعراق دائما المكفوف يطلع جدي ولازم عوده وما يشوف ودشداشة وصخة بالعكس الفتاة المكفوفة طلعت بالمشهد لابسة لبس أنيق وإحنا من الناس الداعمين أساسا لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين وسوينا حلقة خاصة يوم 3/12 عرضناها على الفيسبوك عن ذوي الاحتياجات الخاصة طبعا هذا مو فضل هذا واجبنا وراح نشتغل بالحلقات الجاية على القانون 38 لسنة 2013 اللي طبق جزء صغير من عنده بما يخص المكفوفين وكواي تفاصيل ما طبقت ولحد هذه اللحظة المكفوفين يعانون من الغبن والتهميش وإحنا قضيتهم هي قضيتنا دائما ندافع عنهم وراح نستمر الدفاع شوفكم بعد الفاصل صودة كروانجي صودة لذيذة عذروني شوية على أوفر بالإعلان بس لما تريد تشوف جلسات البرلمان فأنت محتاج لبعض الأمان وصودة قديمة من زمان بالليمون لأن هم يحمضون الله البرلمان العراقي اجتماع
كان اجتماعي يخبل. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. وبعد ما شربنا هذه الصودا الرهيبة خلنا نرجع إلى مشاهدنا العجيبة. التقديم أوفر والإعلان أوفر، خلنا نشوف كم مفيد. فوض محمد، فوض محمد سيدي قاعد تحكي وياي؟ اي وياك، لا عاد وياي من غير التم. فوض محمد داصيح لك باسمك. بيك شي سيدي مسخين، اول مره تحترمني مصلح لحموشي. انا احبك واحترمك، انت مفوض عندك خدمه 15 سنه، ومن اقول لك حموشي يعني مو داهينك، بالعكس داد العك لنا موت عليك. لك بابا ليش دا تبكي؟ سيدي انا ما متعود على الاحترام. حموشي انا اعرف علاجك. حموش انت واحد عار. الله هسه بدا الدوام. وادب سز. فيش غر السيد غرد. حموشي مد ايدك هيك. ابرك. انهض ابرك انهض. هكذا يتحول المنتسب الى جك. استاذ طبعا انا بدي اشكرك لان جيت تساعدني بالمعامله مالتي، خصوصا انت من جهه مهمه. ماكو داعي تشكرني يا حبيبي. لا حبيبي ماكو داعي اجيبك اصلا. الو مقدم رأفت كيف حالك يا حبيبي؟ يسعد لي قلبك. شنو اخبار الباخره اللي وصيتك عليها؟ باخره قصدك العنبة اكيد، انت فارغ. كيف القضيه تحولت المقدم نصرت؟ لا 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 الاوراق لازم تروح للنقيب سيف عامر. سلمونا على مقدم نور زين، وقولوا له الباخره لازم تطلع من الميناء اليوم. تحياتي لكم، يسعد لي قلبك. نور ونصره ووقفت هذول يطلعون كليب ما يطلعون باخره. يا حبيبي انت كيف تحكي وياي بهذه الطريقه؟ اني ومنصبي وباجاتي وشفيتي مو بعينك. شوف ايش راح اسوي. يسعد لي صباحك سياده الضابط. حبيبي الغالي اهلا وسهلا. اقدم لك نفسي انا اخوك صنف. اهلا وسهلا. اني الضابط مغسله الرائد نيشان الف قراج، حتى القراج جيب 3000. يا حبيبي اقدم لك نفسي انا الرائد نيشان اداوم باقراها بصوت ناصي. تفضل حبيبي استريح انا وسهلا. شوف شوف الخوف ايش راح يسوي، شوف الاحترامات اللي راح تصير. طيح الله حفكم. شنو هذا المكتب؟ شنو الوساخه؟ نفو؟ شنو هذا حصان قاعد؟ لا احترامات فايف ستارز. سيدي الضابط كلش يخوف. ليش؟ سيدي مقوط. لك بابا اللي يجيك بالنهار مقوط تالي الليل تلقاه مطوط. يا حبيبي يسعد لي قلبك، عندنا معامله بلكة تمشيها يا حبيبي. طيني معاملتك ابويا. رد لي بياناتك حبيبي. استاذ يعني النيم والادرس؟ لا الادريس مو هنا ابويا، تلقاه باب الشرجي. هو يقصد الاسم والعنوان. والى هنا تنتهي فتره برامجنا لهذا اليوم. ادري ضابط برنامج اذاعي. لك بابا رد لي اسمك شنو؟ ودود لطيف سلام، حي الزهور، محله 801 زقاق 40 شقه شو مديت. المعلومات راح تخلص وحضرتك كل شيء ما كتبت. مو هذا القلم ادب سز وسافل. يسعد لي قلمك يا حبيبي، اكتب بهذا القلم. رجع قلمك بجيبك، انا ما اكتب باي قلم. هذا وين من شفت ملازم اول بس هو حبر ما بي. املي. املي املي. هذا الملي مات يكلف 100 دولار. كيف انت شو تتكلم معي بهالطريقه؟ والله لو اوريك. يسعد لي صباحك مقدم مراد، كيف حالك؟ عقيد عبد الحي يمك؟ نقيب كارب جنبك؟ والله لو تخابر لي لواء ميماتي ما يكتب هذا القلم اللي اخذ مالاتي. كافي كافي انهي الحلقه تفضل استاذ. لحظه انت شلون تسوي هيك قدامي وانا جاي وياك اعلى سلطه بالبلد؟ سويها وانا اشد القيطان يا حبيبي. شكو جابك من هناك استاذ؟ تفضل. شوف هسه القلم راح يكتب. وحياتك الا بالخوف يمشون. وهسه نختم لك المعامله. ساعدني حموشي اخوتك نخلص معاملتهم. الختم الختم وياي وياي. يسعد لي ختمك يا حبيبي، شنو اللي دا يصير؟ هذا الختم زعطوط يشوف القلم ويقلده. هسه هذا ما راح يختم وما ينشال من مكانه الا تعطيه 200 دولار. لا 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 تتنهد، بعد شوي الورقه تعود. والله لو اوريك يا ارنب. جايين هنا الظاهر تستظرفوني. الو مقدم يونس. يسعد لي قلبك يا حبيبي، منو جنبك؟ عقيد هوار؟ رائد قصي؟ وخلي يمرون على وافيرا ويجيبون كاس اسي ويجون فدوى لعينك. لا مو قلت لك لا تسوي هذا الشيء قدامي. سوي وانا شد قيطاني الثاني. تفضل استاذ تفضل.
يا حبيبي من نطلع ذكرني اتصل عليه ونس واتشكر من عنده. لا ما يحتاج، المفروض نتشكر من فرانكلين. اعطيني بعد 100 دولار. تفضل استاذ. يسعد لي دولارك. هاي ايش تعمل؟ المعاملة ما تقعد الا على 4. يعني حتمشي؟ تعطيني 400 دولار لخ نمشيها. لقد بلغ السيل الزبا. استقر المتنبي. راح اتصل بالدكتور شخصيا. يسعد لي منصبك دولتك. بشرني. حسمت وزارة الداخلية؟ رئيس الكتلة ما قبل؟ لأن قلمه ما يوقع؟ طيب بالنسبة لوزارة الدفاع؟ رئيس الكتلة ما قبل؟ الختم ما ينشال؟ طيب وزارة التربية؟ رئيس الكتلة ما قبل؟ لأن الفايل ما يقعد إلا على 4؟ شوف يعني احنا دا نشتغل صح. يا حبيبي يا دولتك، أنا الآن في إحدى الدوائر وفي ضابط عندك يا سيدي ما يقبل يمشي المعاملة إلا دا يبتزنه وياخذ رشوة. هاك تفضل تحدث معه. والله لوريك. ألو سلام عليكم دولتك. لا أنا متابعك يومية تطلع من الفجر ما شاء الله نشيط. أدري تتريك كاهي أو ذاك اليوم رايح للعلوة، يعني أنت إيش تحتاج؟ تزلي رسالة كمولة بيت نجام بوتية طماطة وحموشي يوصلهن للبيت. انتظر العقاب. أي أنا كامل مفيد، عرفني من حموشي. لا 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 سيادتك المعاملات مالتكم كلها كملت، اعتبر الموضوع منتهي. لا ممنون سيادتك انا ما اخذ من عندك شيء، تأمر امر فيما لا سيادتك. تفضل. شوف بابا راح اقول لك كلمه للتاريخ. يسلم لي قطك. اذا الغرفه صارت بلكنتور واذا الشاي بعد ميفور واذا حموشي صار بروفيسور، اقطك واحتمال اقط الدكتور. الله يا حبيبي. هسا عندنا مشهد محمد اياد، ما تتخيلون السيرش اللي سويناه حتى نجيب عنوان جديد مبتكر، عنوان ما حد مسوي قبل. كل الكتب اللي عندي بالمكتبه قريتهن وصلت الى عنوان مستحيل، عنوان عبقري. محمد اياد يتحارش باخته بدون ما يدري، زائد 18 قصه حقيقيه شاهد قبل الحذف. شوفكم بالترند العراقي. الباش مال المنطقة، يعني الأبي مال المنطقة، يعني الرابتر مال المنطقة، يعني اللي يبث عمي، يعني حمودي يعرفهن. لك تفضل باشا. فرغ الساحة اجا الهيبة، اقفز فرغ الساحة اجا الهيبة. هي 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 هون هون هون. بس شباب عندي فد استفسار صغير. قول باشا. ذيك اللي نزلت من الكوري تعرفوها لو لا؟ لا طبعا، لين غشمه. اي وحده تنزل هيك وقت من الكوري فهاي شغلتها سهله. ليش باشا؟ غراضه متوفره كوري سهل. تشوفون ذاك البيت الاصفر؟ اي اي. لك بابا منين تواوع منك؟ اي ودي اشوفه غير منك. لك بابا منك؟ اي هي انا مبين هي انا. هاي بي وحده تهجلط يوميه تجيب امريكي، بس شنو شغلتها هم سهله. تخيل مرتين سلمت عليها ورزلتني. لك ولك تحكي لك، انا 4 مرات حكيت وياها وكل شيء ما سويت. لا حبيبي مو انت موضوعك يختلف، لان انت تحكي ويا رجلها مو وياها. ارفع راسك لقلق. وتجيك بالياباني هاي ما تصادق اي واحد الا اصلي. مهزله، هذه مهزله، هذه مهزله والمهازل. المهازل منك اذا ايدك وسخت اللي تغسل. كافي تطعن بشرف البنات، ذني بنات منطقتك يعني شرفك، والرايحه والجايه ما خلصت من لسانك. وبعدين من يقول هاي المعلومات مالتك صحيحه؟ كلامه صحيح، ضميري دينبني طعني بمنطقة غريبة بجسمي. بس عندي سؤال واحد أريد أسألك. شنو؟ من دا يحكي وياي؟ أنت لو الميكي ماوس. مجموعة من السذج، أنتم مجموعة من السذج. ألم تعلموا ماذا قال غاندي؟ إذا نقابل الإساءة بالإساءة فمتى تنتهي هذه الإساءة؟ أقول لكم غاندي هذا مو يلعب بالسعودية. متخلفين متخلفين متخلفين. ألم تسمعوا بما قال الأديب ديكارت؟ كارت أبو الخمسة.
سذج سذج وحمقى. ألم تسمعوا بما قال الأديب فليني؟ لك فليني زي شعره راح يطردوه من مانشستر. سحقا سحقا سحقا. لكم بابا تظلون بهالعقلية، لكم البنية تيجي بتالي الليل بسيارة، يجوز عندها مريض، يجوز عندها حالة طارئة، يجوز دوامها يتأخر، انتوا ليش تظلون هيجي؟ ترى أقولكم مجتمعنا بدأ يتألم، بدأ ينسحق سحق. والله كلامك كله صحيح، أبو حمزة هم هيج قال. معقولة؟ أنت تعرف الأديب حمزاتوف؟ لك يا أديب، أبو حمزة أبو الفلافل ما تعرفه؟ شو يقول؟ مهما كان الحمص قاسيا عندما تطحنه يصبح فلافل. هذا عندك تاب؟ لا عنده طاولة. هزولت. الأمريكي وصل، هلا بالأمريكي، الأمريكي يقترب، الأمريكي يتوغل عبر منطقة النص. الأمريكي يمي. الأمريكي غرابة صعبة تلقاها، الأمريكي غرابة صعبة تلقاها. اكتع شباب، هذا يطبق بباب بيتنا. هل هي يعني رزق وجه يمي؟ حط لك هذا العلم. لكم يا علم. لك نزل 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 عوفا. لا لا مستحيل. لكم يا مستحيل. لك بطول. لك يا طول. لك شيلو. لك شيلو هاي اختي. دقيقة مسألة ناقصت رهام، جاية بالعشرة بالليل بعد لو جاي بالدعش. هاش بيك محمد؟ وممكن اعرف السر اللي رجعت وياه بتالي الليل؟ هذا فكرة جيراني، لقى الخط مالتنا عطلان براس الشارع وانقهر علي وجابني. مرة خصك حبيبي فكرة، تقدر تنزل؟ اذا ما تصير زحمة عليك، يفتح الباب على كيفك يمشي، طبعا لراكب امريكي. وقفوا شباب. السلام عليكم. حبيبي الو فكرت. محمد طبعا انا اسف، شفت اختك عطلانة. ما اسمح لك، اختي ما تعطي هيك وقت. لا اقصد الخط عطلان. شفتها براس الشارع، خفت عليها، جبتها للبيت، وأنا آسف أترخص. يعني متحرش بأختي وجاي بتالي الليل وتريد تروح بسهولة. حبيبي ترى أختك بنية مؤدبة، عيب عليك تحكي هذا الحكي. طبعًا تقول هيك حتى انقهر عليك وتروح بسهولة مو؟ يعني تريدني ما أروح؟ طبعًا ما تريد تروح، حتى بالكت تأخذ رقمها تلعب عليها. زين، صريح لي واحد كبير أحكي وياه؟ طبعًا تريد واحد كبير تحكي وياه، حتى تبوس عمك بوس خالك وتروح بسهولة مو؟ زين لعد رايح. طبعًا راح تروح لأن مسوي مصيبة شكبرها. بابا شبيك مو عيب عليك، مو دا أقول لك وصلني لأن خط عطلان، وبعدين هو مثل أخويا. وشكلهم الأصدقاء العفطية، والله شنو أختي جاية بالليل بأمريكي؟ والله تز عاطيت، ما بقيتوا للخوش ولد مكان. روح اخويا فكرة اشكرك. على راسي اختي. وانت حسابك جوا يم اهلي. شباب بالنسبة للامريكي انا اقول نشيله من القائمة. ليش؟ لان غرابة توفرت. رجعنا من الفاصل واول لقاء اليوم انا بالحلقة الدكتورة شاهد حامد طبيبة الاسنان والعضو بفريق صالون بغداد الوردي المهتم بمرضى السرطان. اهلا وسهلا بك دكتور. اهلا بحضرتك. بالبدايه احب تعرفين الجمهور عن نشاط الفريق ونشاطك. تمام، احنا فريق صالون بغداد الوردي اول فريق بالعراق متخصص بتقديم الدعم المعنوي والتاهيل النفسي لمحاربي السرطان. بالبدايه كانت انطلاقه فريقنا هي مجرد تقديم دعم معنوي وتاهيل نفسي للمحاربين على اعتباري على تجربه سابقه ويا هالمرض. افتقدنا الجانب معين فحاولنا انه نوفر للاطفال. من قربنا الزايد منهم بدينا نلتمس مشاكل اكبر. هو هذا اللي احنا نريد نسولف فيه. بالضبط هو هذا المدخل. اكبر مشكله اللي تواجه اطفال السرطان هسه حاليا اكبر مشكله يعني جهاز البيتسكان. زين، نقدر نعرف الجمهور شنو هذا الجهاز؟ اوكي، ما راح احكي لك مصطلحات طبيه وعلميه باللغه المفهومه. نعم. هو جهاز يفحص الخلايا السرطانيه اللي موجوده بالجسم. شنو ضرورته؟ ضرورته حتى يحدد لي الاماكن اللي موجود بها سرطان، نقاط معينة يأشر عليها حتى الطبيب بدوره يعرف من ينطي الإشعاع وين ينطي، حتى يعرف إذا يعني مريض تشافى من السرطان يخضع للبتسكان يعرف إنه رجع له ولا لا، يعني هذا فحص. هذا معناها إذا ماكو هذا الجهاز إحنا أصلاً ما نقدر نعالج، يعني لازم ينفحص بهذا الجهاز قبل ما يتعالج. أكثر الحالات تتأخر علاجها أو ما تتعالج، يعني ممكن يأخروا شهر أو شهرين لأنه ما عنده هذا الفحص، وممكن هذا راح يتسبب بتدهور الحالة الصحية للمريض، ممكن راح يرجع للورم من جديد وهو ما ملحق ماخذ إشعاع لأنه ما دخل الجهاز البتسكان. هذا الجهاز ما موجود بالعراق للأسف. إيه زيان. ما موجود. لعد الأطفال وين يروحون الفحص؟ يروحون تركيا، يروحون إيران، يروحون عمان، يروحون هند، أي دولة بس ما عدا العراق. كل الدول بها هذا الجهاز إلا إحنا.
طبعاً يقال إنه أكو أربيل. يقولون إنه أكو أربيل. زين. بس أنا إذا أحكي إحنا كبغداد كباقي المحافظات ما عندنا هذا الجهاز. زين هذا الجهاز يعني أنت قلتي معلومة إنه متوفر كل الدول. أي. يعني هو شنو غالي بمشكلة معينة صعب تتوفر بحيث ما يقدرون يجيبون الجهاز. ما أعتقد يعتبر غالي على الدولة. يعني إذا الدولة وفرت جهاز واحد نقول ببغداد ما يعتبر غالي على إمكانياتها. إمكانيات الدولة طبعاً تقدر إنه. يعني غالي علي غالي عليك. صح. أوكي بس مو على الدولة غالي. زين أنا إحنا من سولفنا بالتليفون. أي. قبل ما تصير استضافة سويت سيرش بسيط ولقيت إنه أكو هواية إشكاليات فساد ومخاوف وأكو لعبة بالموضوع ويقال إنه هذا جهاز موجود بمدينة الطب لكن ماكو ناس تعرف تشتغل عليه ويقال إنه موجود بمدينة الطب وصار عطل أثناء نقله ويعني دخل للعراق ويقال أنه موجود بمدينة الطب لكن بسبب الفساد الإداري مدى يتم تشغيله. زين إحنا اللي نفرض أنه نقول موجود مثل ما سمعنا أنا ولا أنت سمعنا بعض الناس يقولون موجود إذا يقولون ماكو كوادر الديرة فما أعتقد صعبة على الدولة إيفاد من الإيفادات اللي تصير هواية اللي بسبب وبلا سبب يدزون كوادر ذوي اختصاص الشهرين ثلاثة لأي دولة من الدول يأهلوهم حتى يديرون هذا الجهاز ومع أنوني متأكدة عندنا الكوادر اللي قادر أن يدير هذا الجهاز بس ماذا تتوفر لهم الفرصة حتى يقدمون خدمة. زين هل موضوع الفحص لأطفال السرطان حال حال باقي الأمراض بالعراق تيصير بيه نوع من الاتفاقات والابتزاز يعني أنه يدزون الطفل إلى دولة معينة أو إلى طبيب معين أو إلى مختبر معين لأنه هذا اتفاق بين الطبيب يعني هذا الشيء ده نسمعه بكل الاختصاصات الطبية. هسه أنا طبيبة بس أنا راح أحكي مو بصفتي كطبيبة أنا راح أحكي بصفتي صديقة لمرضى السرطان. زين. وأغلب اللي دا يشوفوني هسه الأطفال أو عوائلهم داخلة ببيوتهم وصارت يعني علاقتي قوية بهم صرت على دراية بكل مشاكلهم. سين من الأطفال هذه حوالي قرابة أسبوع مو بعيدة تأخر علاج الإشعاع مالتها لأنه ما داخلة جهاز البيتسكان. فالطبيب انطاها يعني ورقة انه لازم تروح تدخل هذا الفحص. احنا بدورنا كفريق تطوعي ردنا نقدم مساعدة لأهل هذه الطفلة لانه ما عندهم نهائي. شفنا يعني بحثنا يعني مستشفيات بإيران بتركيا الى اخره شفنا بمكان معين الفحص يعني نقول امكانيته تقريبا حوالي يكلف $1,000. وايش قد يكلف الفحص؟ يختلف يعني اكون من الى من نقول من 1,000 إلى 2,000. هذا فحص هذا بس فحص يعني الطفل كم فحص محتاج تقريبا؟ لا يعني هو مثلا يسوون العملية يعني جماعة الأورام يسوي العملية وراها الطبيب يحتاج يدزه على يعني فحص بتسكان قبل ما يقرر جلسات الإشعاع هم يعني يحتاج. بين فترة وفترة ممكن يحتاج الطبيب مو ممكن مرة واحدة ممكن أكثر مرة طبعا على $1,000 و$2,000. خلينا نرجع لموضوعنا فأنت لقيتوا مكان مناسب نوعا ما بالضبط فقلت لها يعني الوالدة الطفلة أنه نطينا أوراقك حتى يعني نحجز لها للطفلة بهذا المكان. قالت لي لا دكتورة أنا طبيب الفلاني فارض علينا إحنا كل الموجودين أنه نسوي بالمكان الفلاني. زين ليش تقول هذا المكان يقول أضبط؟ لما رحنا بحثنا على هذا المكان بالدولة الثانية يعني هو تمام مكان أوكي زين بس بالضبط ضعف إجور هذا المكان اللي إحنا لقيناه باعتبارنا يعني شبهة اتفاق وابتزاز يعني يعني إحنا اللي شفناه يكلف 1,000 اللي دازيهم عليه يكلف 2,000 اللي يسوي الفحص بغير هذا المكان من يرجع ممكن حصر له مشاكل بالإشعاع ممكن ما يطهيا على اعتبارته سويته بمكان الفحص مو مضبوط مع أنه هواية ناس راحوا الأماكن اللي $1,000 وجا الفحص مضبوط ومشى علاجهم وتمام زين. فهنا تصير أكو شبهة إنه ممكن أكو بيرسنت أو شيء ويا. زين إحنا يعني بالفترة اللي فاتت كان أكو اتهامات كبيرة لوزارة الصحة واتهامات خصوصا لشخص وزيرة الصحة ويقولون إنه أكو تقصير وأكو مشاكل. إحنا اليوم أمام وزير صحة قبل ما يستلم المهام الناس دا تمدح بيه ودا تقول إنه هو شخص متمكن واختيار تكنوقراط صحيح. فأول قضية الإعلام يطرحها ويخليها على ميز الوزير هي جهاز البيتسكان واللي دي يصير. هذا اللي شجعني أنه أجي وأطرح المشكلة. بالمناسبة كثير من الناس المقربين من عندي من سمعوا بالموضوع أو اللي ضمن فريقنا كانوا رافضين جيتي متخوفين يعني متخوفين وانت ايش دا تسوين ودا تحكيني بشي راح يسبب لك مشاكل. الجانب الثاني انت ويا من دا تحكي منو حينفه لك ما هواي غير ايش طلعوا وحكوا هسه الوزير دا تسمع هذا يعني احنا مباشره كلام موجه لحضرتك يقولون ما حد يسمع
خلينا نشوف مع العلم انه احنا بالفتره اللي فاتت يعني السنوات اللي فاتت على الرغم من المشاكل اللي قالوها على وزاره الصحه، وزاره الصحه هواي نفذت اشياء طرحناها بالبرنامج يعني. صحيح، قلت لك هذه من النقاط اللي شجعتني انه متاملين ان شاء الله يا رب تكون انتقاله خير، وانه اكو من يسمعنا، اكو من يصغينا، اكو من توصل رساله مرضى السرطان اللي حملتها اليوم اني. يعني انا اذا احكي بالنيابه عني وعن الاطفال اللي داعش وياهم وحتى الكبار، هذا الجهاز مو بس الطفل يحتاجه، يعني كافه مرضى سرطان البالغين والاطفال يعني يحتاجوه بكل وقت. زين بس سؤال، النسب الامراض السرطانيه من واحد يسوي سيرش بالجوجل ما يلقى نسب واضحه، شنو الموضوع؟ هذه يعني معلومات تعتبر توب سيكريت يعني خاصه بالامراض السرطانيه باعتبارها خصوصا خطر. مع انه يعني احنا كفريق تطوعي اشتغلنا على موضوع معين اللي هو سرطان الثدي، ويعني سوينا حملات هوايه، جامعات، مخيمات، هوايه اماكن، رحنا حتى دائره صحه الانبار استقبلونا، سوينا ورش دنوعي حول اهميه اجراء الفحص الذاتي للكشف المبكر عن سرطان الثدي. السبب اللي خلانا نسوي هذا الورش انه نسب سرطان الثدي دا تصير حاليا وصلت 2 من 8 نساء عراقيات دا يصابون بسرطان الثدي، ونسب بتصاعد. دكتورة شهد احنا نشكرك، شكرا لحضرتك، نشكر المعلومات القيمة اللي قلت لنا اياها، ونتأمل انه يصير تغيير حقيقي بواقع اطفال المصابين بامراض السرطان. ان شاء الله نتمنى خير، وشكرا لحضرتك وشكرا على استضافتك وانه سمحت لنا نوصل رسالتنا. دا بالعكس، هذا واجبنا. نروح الفاصل. على فاضل، على فاضل، انت مو مصلح للشركة، ليش انت على فاضل؟ موش شوية هم قلبي، موش شوية هم قلبي، ولك منو تمندل خايف بحجيك، ولك شبيك؟ موش شوية هم قلبي، ولك من وتمندل خايب بحسيك، ولك من احاكيك وتقل انت، ولك من انا بالاستطلاع وعلى فاضل خان بي يا ابويا، ليش على فاضل استطلاع يوصل 100,000 تجيب اموري، اكرهك اموت من عندك، عنده مشاهدات 1,000,000 تجيب علي انا بال100,000، ليش فيش مخسر مكاني بابا؟ هذا الاستطلاع مو دائما الاموري، بس هذا المشهد على قد هذا المشهد اموري دا يسأل بس. لا المول كله يركض ورا، وانا قلهم لا يوم يزع لك بالمول انت ما تقبل، خلاص هاي خلاص اموري بعد ما يطلع بالاستطلاع. لا هو قال اطلع بالاستطلاع انت مكانك بالتفق ويا على فاضل، اكرهك اموت من عندك. زين اوكي 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 اوكي، يوم يقعد بالمطعم مال 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 اكل ما حد يقلب لي، اليوم الامنيه تمشي ويانا، الامنيه ممكن تسمعني، دير بالكم استاذ اموري، دير بالكم استاذ اموري، وانا ما حد يشتريني بالعالم، ما حد يشتريني، اكرهك اموت من عندك. هسه باع راح اثبت لك انه الاستطلاع بعده لك، اطلع باستطلاع بهاي الحلقه بروحي بيخ. والله العظيم، وهذا التيك توك اذا بعد طب للشركه مو للاستوديو اشق الحلقك، قوم اطلع برا ماشي يلا. هاي خلاص يا الله حظك، اي والله مو صوتك، هو انت ملطط وانا ملطط اكثر منك، لين ملفيك. طلع مور على فاضل، بس سكتني الثاني موبايل نوت 3.1 بلس احسن جهاز بالعالم، الصور مالته خرافيه تلعب ببجي ما يعلق. شكرا على فاضل، اذا تريد طلع امور يوميا طلع عادي، اذا تطين نوكيا نوكيا قبل، سيلفي احسن سيلفي بالعالم، تلعب ببجي براحتك، خابرني على الواتساب لان واضح بالنوكيا الواتساب. انت هم تربي ذبان؟ لا ما اربي ذبان انا. من الاوضاع السياسيه والامنيه والاقتصاديه التي جعلت من الذبان ها؟ والله يزحف الذبان، يزحف اي العشاب سوي لقاء وياك؟ لا لا بصراحه انت ايه؟ شلون تقاتل الذبان بالبيت؟ شلون تتخلص من الذبان بالبيت؟ والله شغل الوالده مو شغلي. تحب الذبان؟ لا. زين انت تربي ذبان بالبيت؟ لا. موبايل نوكيا احسن جهاز بالعالم، كاميرته ثلاثيه خرافيه، نوكيا 3.1 بلس مو طبيعي، تلعب بي ببجي ما يعلق، حتى النت ما يقطع، حتى لو ما عندك نت هو يشتغل، كل شيء يسوي بالعالم. علاوي شلوني شلون تقتل الذبانه؟ بالنعال. ها بالنعال؟ ما تقول خطيه هاي الذبانه؟ لا. تقتلها بالنعال؟ لا. شلون تجي على وجهي؟ وين تجي؟ تجي بوجهي. اذا جت على وجهك شلون تقتلها؟
هذا عدنان خطية على فاضل. شو اسمي أنا؟ شنو؟ شنو اسمي؟ عدنان. ها؟ شو دروح؟ نلتقي ويا مجموعة من المواطنين العراقيين، طبعاً ازدحام علي مثل ما قاعد تشوفون الازدحام اللي علي. طبعاً ازدحام علي. السلام عليكم سار. هم تخلون قواني سواتر بالبيت يعني كسار؟ لا، من عليك تاير. بالبيت؟ ايه. والله والذباب لازم تخلص منه. شلون نخلص؟ شو يسوي؟ طرنج. نطلع العلاوي. العلاوي؟ ايه. سعد بن الكي. هذا باش مكتوب. لا لا، اتخذ نوكيا. النوكيا احسن جهاز بالعالم، احسن جهاز بالعالم. على باب الطانيه هديه ورا ما ورا ما زعل. طن. طارت. شنو رايك بالذبان المنتشر بهذه الفتره؟ ماكو احلى من الذبان. خلاص من الذبان. طريقتك اتكتلت. تلعب وياه كامفو مثلا؟ لا، شلاليق. شلون شلاليق؟ بوكس يعني. انت قاعد تسوي شلاليق؟ اكو موضوع عندك مختلف لو شنو؟ الذبان موتني. السلام عليكم. لا مو يضوج اذا قدام الكاميرا، خل نروح على صفحه. السلام عليكم. لك هلا بشباب المنطقة، اليوم ماكو نوم، اليوم ازعاج، اليوم ذا بيك شو ات دانس ذا مورنينج، يعني للصبح، اليوم مواجهة فايرية، يعني نارية، بين أحلى شباب المنطقة وشعرائها، أبو الذوق الحزين عبي شيء. لك هاك قلب. شلونك؟ حبيبي أبو الذوق شلونك؟ خواتك شلونهم؟ الله يطيح حظك. لك بابا ابن الملطلط، تعال اقعد. هسه شنو أنا تبارى وياك؟ لك شلون نسيت؟ لك نسيت شاعرنا خليجي المنطقة، لك أحلى شاعر، حي الله من يانا، وايد حلو يا سمر، تقرش تحرش تمرش، لك منو هذا؟ منو؟ وسام العصفور شيل يابا! رزقي ورزق عائلتي جاي تتحداني اليوم. ما عليك زود يا الاخو. بس اكسكيوز مي ماي فريندز، اليوم تشالنجر 2016 بين ابو الذوق الحزين ووسام العصفوري. نقول يا زينها سفر المراعي باستكان العافيه. حبي هذا ريوق مو شعر. هسه قولي تريقنا وراها شنو؟ فس فس فس. ليش هيك يسوي؟ لا مو انا اشعر ووسوس، ايش حال لو عندي محل؟ انا سامع ياكل ويوسوس. بعض العلاقات انطوت ويا الصور فرشة وزوالي. الله، العلاقات انتهت، شققوا الصور، رجع الشتا فرشة وزوالي. يا قلبها كاسة لبن حمض علي ويا البصل. الله، قصيدة تخبل. بس لزميدك انت هيك ما تقدر تكمل، يعني استكان شاي ولبن وبصل، احتمال تطلب عندك برياني. ابو الذوق نيوك يعني جديدك سمعنا؟ انا جديدي كاتب هجاء على فراس ابو السايبه لان كلش اذاني. لسن لسن، قلت له سؤال. ايه. ماشي وياك الفريع كاسر عليك، داعمك بالليل واقع لايتك، عاطل وما ساحبك، شمتان بيك، قاطك من زينه صارت حالتك، مسوي زله وياك، عابر على السياج، جايكم بالليل شايف خالتك. ماي سكاي ماي سكاي. ما عليك زود يا اخو، ما عليك زود. معود شنو الموضوع؟ ادري شنو قهوه انا عندي، ما تقولين واحد نايم؟ نايم 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 على وجهك صدق نايم نايم نايم. ابو علاوي غالي وغالي، والله ما ادري بيك هنا، سالت الولد قالوا لي راح للبصره ونسانه. قول الناس ترتاح، عنده شغل. يا شغل ابو علاوي، هسه انت تشتغل عماله ما شاء الله عليك، انا عيني بارده ما حسدك. شو تغني بخمسه ماكن؟ يلا حبيبي بلا كلام زايد، قوم منا انت وربعك. حبيبي البيت بيتي والقاع قاع الله. خوش بطه وصاعد بطه بخبل الناس هالبطه. واللي جايكم يا ناس اصبر جاي الشرطه، واللي جايكم يا ناس اكبر واحد يقطه، واللي يصعد وياهم عون الشافه. بس سيد
رحمة لوالديك وين نروح؟ احنا شباب حتى بالمول ما يطببونه. جيتك صاحب الطلقة، جيتك صاحب الطلقة، بيش يصرف الورقة، بيش يصرف الورقة، كلها تنام بالتوقيف، كلها تنام بالتوقيف، هم وقائد الفرقة، هم وقائد الفرقة. بسك بس سيدي، مو أنا قائد الفرقة، هذا أنا مستطرق، هذا يومية يلمهم هاي اللمة. أستاذ شوف لنا حل، هذول يومية نفس هاي الحالة ونفس النراقيل، ويعني ملينا من هالموضوع بهالمنطقة. شنو قهوة عندنا يا أخو؟ مو قهوة، أكو مس أندرستاندينج. ها حتى تشوف لك بابا، أنا أعرف مس بغداد، مس العراق، مس واق، مس أندرستاندينج. هاي شنو نشلة يا طويل العمر؟ أنت طويل العمر. ها حبيبي ما عليك زود، اسمح لي أنبطح قدامك ببيت شعر. أنبطح ريم البوادي أنا معزلها، تنجرع ويا البباسي وقت الصبح. أستاذ عوفهم كلهم، هذا هو كل راس البلة من وراه. أستاذ لا تصدق بي، هذا مضغوط مني لين ما أكتب. غير استقر قصة عيسى. تعال أستاذ، تعال تعال يمي، ما لك علاقة، تعال. أنت تريد ذولا يتوقفون وبعد ما يقعدون هنا؟ أي والله يا ريت. شوف أنا قطيت الحاتة المفروض 30 ورقة، دزت لي بس 20. زيان شيء بالموضوع؟ أريد موال بلف بعشر أوراق ثقيل أبو علاوي. يعني الجماعة تشتغلهم؟ ما لك علاقة، كلنا لعبة بالتوقيف اليوم. على مسؤوليته، على مسؤولي تشتغل. علي حايل تنشيدني، علي حايل أنا المحتاج منك راحة البال، أنا المجنون سموني حزين وتهمل عيوني، كل مرة تجين تغني لموال على يا حال، تنشئدني على يا حال وانتم عيوني. الله الله الله. شخصيا اعذرني أنا ما أقدر أرمي طلقات لأنه رجل قانون، بس أقدر أقتل حقوقي. ما أدري من طيب الخسائر. اريد اغنيه فرايحيه هيك ب $300 الله يخليك. والجماعه هي وربع طاير وذولا كلهم نايمين بالتوقيف اليوم. ابو الخوه النظيفه هدواني سيفه، ومن كل من يعاديك ياخذ بيدي حيفه، انا بيوم الازهر وامشي زحوف للطير، لا مو قصه الراس قصه الزود تعرق، ابو حكي المعلق أطق وعيب أنطق، زلم وقت الطلايب أمو لحية وشوارب أوسيل المايانة، ما يلزمني السد ما حد يلاقيها، وكامل من يهد وكامل من يهد. بس بس عاشت ايدك وما قصرت، بس نريد من عندك تبرع. حاضر. لا مو فلوس، نريد موال للوطن ب $500. شو صعدت عدي الوطنية؟ تأمر أستاذ. احنا اهل العراق المال وانا الضيف. ما عليك زود حبيبي، حبيبي اهل غيره وكرامتنا، ولد حره بغداد ورماد وموصل وذيقار، حله وكربله والنجف والبصره، نصير حزام واحد كنا لك عراق، فن واحد يريد يمسك بشعره، وتلقانا سيف على العاي، وتلقانا سيف على العاي، وتلقانا سيف على العاي. سويته بالمواقع مالتنا بالتعليقات، قلبتوا الدنيا، 7,000-8,000 تعليق بالحلقة. أريد أعرف من أنتم، عرفونا عن أزمة مهندسين نفط، وأنتم تمثلون الجهة، شنو التفاصيل؟ أريد أسمع منكم. طبعاً إحنا لفيف من خريجين هندسة النفط، عددنا تقريباً تجاوز 1200 مهندس ومهندسة، عاطلين عن العمل، خريجين من سنوات تقريباً يعني 2015 لهذا اليوم، بينا أقدم يعني 2014-2011، انحرمنا من فرص العمل اللي تطلقها وزارة النفط لعدة أسباب. من حضرتك المهندس وقاص. نعم. والمهندس عمر. أنتوا تمثلون 1200 طالب. مهندس عمر أريد أستحلفك بالله، 1200 واحد شي عينكم؟ شي عين طبعاً، نظر الجميع أنه هاي مشكلة، بس بالواقع مو هيك أستاذ. أنا عندي أستاذ، يعني لو نبدأ الحديث بالوثائق، أنا جايب معايا الأوراق كلها. عندي وثائق هسه أستاذ، يعني من وزارة النفط، مكتب التصاريح الأمنية فرع الجنوبية، أعداد الأجانب العاملين في الحقول النفطية.
كدول 105 دولة تقريبا. هذا كأس العالم، تصفيات كأس العالم. كعدد كلي أنا سويت إحصائية فقط في الجنوب حدود 83,000. لحظة إيش قد؟ 83,000. 83,000 واحد متعين أجنبي بالعراق. بالضبط. وكل 1200 عاطري عربي. أجنبي وعربي. أجنبي وعربي. نعم. عندنا 9,751. إحنا يعني من المصريين تقريبا من مثل غير 13%. زين بعد. الهند 13,400. طبعا ما أحكي لك عن الرواتب. رواتب خيالية. يعني إيش قد مثلا ياخذ 3,000 4,000؟ يعني كمهندس مبتدئ ياخذ بحدود 5,000 إلى 7,000 دولار. طبعا هذا الرقم يعني كخمسة آلاف يمثل 5 مهندسين عراقيين. زين المحترف إيش قد ياخذ؟ 70,000 دولار. لا 90,000 دولار، 100,000 دولار هيك تتراوح. زين احنا مجبورين نعين هذول المهندسين؟ نعم، بس لكن يكون بصورة صحيحة. يعني خل هسه نجي على مثلا احنا بدنا نعين الجهد الاجنبي والاجانب بده يزيدون الطاقه الانتاجيه عندنا، والجهد الوطني ما بده يزيدها. الاعمال الاجنبيه انتجت 288 الف برميل باليوم. الوطنيه انتجت 177 الف برميل باليوم، لكن الاعمال الاجنبيه صرفت على 288 الف برميل باليوم صرفت 2.25 مليار دولار، بينما العمال العراقيه صرفت بحدود 71 مليون دولار. انتم مهندسين؟ نعم يا اخي، لا تشتغلون بالنفط، اشتغلوا بغير شغلات. ما يصير نشتغل بغير شغلات. وهنا المشكله، احنا اختصاصنا محدود، ما نقدر نشتغل الا باختصاص، يعني او الا بالقطاع النفسي. ماكو فرصه عملنا، قدمنا على عسكريه، قدمنا على الجيش. انا بدك تهدئ، واحنا شويه قلوبنا والله العظيم. الله يساعدكم. فهمني فهمني، انت ليش ما تقدر تعين بغير اختصاص؟ مو احنا حكم شهادتنا، حكم اختصاصنا، اختصاصنا جدا محدود، ما لنا فرصة عمل الا بالقطاع النفطي. اكو محسوبية؟ نعم، المحسوبية والمناطقية. يعني على سبيل المثال ناخذ الامثلة، مثلا هسه احنا ببغداد، شركة موجودة ببغداد طلقت اعلان بوظائف شاغرة كذا لمهندسين تريد بهاي الشركة. اول شرط من شروط الاعلان على ان يكون المتقدم من سكنه محافظه بغداد حصرا. زين بعد ما خلصت اعداد المهندسين الموجودين ابناء المحافظات، المحافظه ايش قاموا يسوون؟ يعينون من خارج الاختصاصات. يعني مثلا هسه هنا نشوف احنا ابو فقه اللي يشتغل كمهندس نفط. من هو؟ اختصاص فقه. ها عندك وثيقه؟ نعم هاي وثائق عندي انا. اكو وزير جديد، رؤيتكم بالوزير الجديد متاملين خير؟ طبعا استاذ كل الامل بالوزير الجديد السيد ثامر الغضبان بأن يجد حلول فعلية وواقعية لمشكلتنا. زين، وهو رجل مهني ورجل باع طويل في مجال النفط. يعني هو رجل معروف بمهنيته وبأداء الميداني وأداء العملي الوظيفي كذلك. أمام مشكلة كل كبيرة بها 1200 شخص والله استاذ مقتبل حياتهم المهنية، ويناجدوا أنه الحل يكون على إيده. أشكركم واتمنى نلتقي لقاء ثاني تكون المشكله محلوله. الله يبارك زين. واذا عناوتكم 5 6 7 والله بعينك. بعينك والله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. نروح الفاصل. معقوله اني وصلت لهالمرحله من الانحدار الاخلاقي؟ اجيب هذا الجهاز كرشوه انطي الوحده حتى تقبل تتعاطى الحب معي؟ تتعاطى؟ والطريق الزراعي اللي بشعرك ما فكرت تزرع بيه بوتيته باذنجان؟ وحتى اذا قبلت تتماهى وياي وين نروح؟ للمسرح. مسرح؟ والشقق والمكاتب مال اصدقائك المن رايدهن؟ شقه عمار مدخلها مظلم. وانت ايش عندك قاعد بالمدخل غير طب جول الشقه؟ شقه فائز بيها مشكله كبيره، الوان الجدران باهته. باهته؟ اقول لك ليش شوفني شيطان؟ ترى هذا طوق نايلون مال بنت اختي، وهاي هم نايلون، يعني كل شيء ماكو، لا يغرك البرج الخداع. مولاتي، خطر على بالي ابو وسام الرائع، الحل انه ارجع اتمسك باخلاقياتي مره ثانيه، واتبرع بهذا الجهاز لاحدى الجمعيات الخيريه. بس انا شلون بكاظم الساهر؟ ليش ما تغني لهم بغداد لا تتألمي؟ بغداد ولا لا كت لا كت. ابو وسام اطلع من راسي ارجوك. هسه راح تروح لو لا البنيه منتظره؟ لا يا عار، ما اروح، ارجع التزم بعملي واكون موظف نشيط. ورجيم هو على اساس. مرحبا استاذ علي. اهلا وسهلا بك استاذ. استاذ علي، انت مبرمج جدا سبع ومجتهد، بس عندك مشكله واحده. شعره غير تسريحته؟ اي بالقوه غير التسريحه. لا، شعرك كلش كيوت. ما هذا الحار الثاني؟ عندك مشكلة ثانية. أغير البنطال؟ لا يا ابن البنطال، ذاك بسطال، هذا بنطلوني معود. احنا شركة جدا محترمة،
والمبرمجين اللي بيها مهنيين وملتزمين. انت مشكلتك اقاربك يزوروك هوايه وهذا خلل اثناء العمل، فارجوك قلل هذا الموضوع. احسن احسن ما شنو استاذ؟ اسوي لك لفت انتباه. لا لا مو قص معده، بعدين شنو حامل اكو واحد يوقف هيجي؟ لفت انتباه لفت. اهدى اهدى على العموم راح اروح انا وخلي لفت الانتباه ببالك ماشي؟ اقول لك هسه تروح لدز مصعب. مصعب صديقي وين صار؟ بدا يدق علي. صاير مو زين انت ويا يا ويا يا ويا يا ويا يا مساء القرنفل على ابن اختي العزيز. علي هذا الموبايل من؟ عوف الموبايل ما لك علاقه بيه. خالو الله يخليك، ترى اجوني الاداره هنا أنا بالشركه وحكوا وياي تدري ليش؟ يا الناس يخالك ما تسال عليه. على العموم هذا البصل شو اسوي بالبصل؟ وهذا الخس شو اسوي بالخس؟ وهذه الطماطه شو اسوي بالطماطه؟ حتى تقلي لنا طماطه لاجعه لاجعه لاجعه. احترقت الطماطه عوفها. خالو خالو الله يخليك راح يطردوني منا من وراكم. لاجعه علي هذا الموبايل مال من؟ هذا الموبايل مالك علاقه بي. السلام عليكم، اسف استاذ علي تأخرت لأنه تعرف يشلع قلبي لحد ما وصلت شركتكم. شركة المعالج الأول الكائن في المنصور. وانت تعرف المنصور ازدحامات عمارة الجادرجي. وللمزيد من المعلومات راجعوا مسلسل الأماني الضالة. وتعرف حضرتك العمارة طوابق هنالك مصعد في صعدك طابق طابقين ثلاث طبابيق أربع طبابيق رابع عليك. لك دعوفة المباير دعوفة. ذولا موظفين؟ يعني هاي القلابية توحي لك هاي شكون موظفين؟ واني هم قلت هيك. تقلد على قلابيتي؟ انت ما عندك اخلاق؟ ما عندك تربية؟ ما عندك غيرة؟ ما عندك فجقار الخالك؟ علي هذا الموبايل ايوانا ودي عوفة المباير. استاذ انا جاي على مود برنامج الخازن، عندي مشكلة بالحسابات والجرودات. احنا بالخدمة خازن علي هذا الموبايل مالنا. دعم الموبايل سمعت عندكم دعم فني على مدار الساعة. دعم علي هذا الموبايل بيش اشتريته؟ عوف الموبايل ابو سيدك ابو سيدك ابو سيدك ابو سيدك عوف الموبايل. وعندنا سرعة بأداء البرنامج همينة. سرعة علي وعندنا حلول متكاملة همينة. طبعا عندنا حل حلين ثلاث حلاحيل أربع حلاحيل. عوف الحلول الله يخليك خالو ونقدر نعطيك تقارير موسعة عن عملك من خلال البرنامج. تقارير علي شوف احنا كل اجهزتنا من مناشئ عالمية. استاذ انا الاخوان ما يخلوني افتهم شيء. هذا الكارت مالتنا تقدر تراسلنا على الفيسبوك وهاي طماطايا همين استاذ. رحم الله تيك استاذ. اسبح لي فور لمي شوية. يا اخوي العزيز انت جايب شركة محترمة موظفيها كلهم محترمين من عدا هذا ابن اختي، فأنصحك نصيحة أن تطلع منا وتروح الغرفة المدير اللي بصفنا وتشتكي عليه حتى يفصلوه. خل ليش ده تسوي هيك؟ لأن أنا نذل أنا نذل أنا نذل. نذل عليه هذا الموبايل مالنا. عوفة للموبايل دمرت حياتي من وراء. بابا أنا هسه جايك شيطان، لا جاي أقول لك اشرب، لا جاي اقول لك روح للشقق مال اصدقائك، لا جاي اقول لك روح خون، هذا خالك راح يدمر مستقبلك، تبرى من خالك. بس كافي. عافيه. قررت قرار نهائي. عافيه. راح اتخذ موقف. طلعوا برا. راح اقول لكم الحكايه المناسبه. هي طلعوا برا؟ هسه اقدر اقولها. هي طلعوا برا. حان وقت الطماطم اللاجعه، من رخصتكم خلي اقليها. طماطم علي. اخ. بابا شوف هذا مو سوتش. ولا صوت احد ولا هاي ملابس ما شيطان ولا هاي قرون. شكرا للعراق. هذا الموبايل مال من؟ قبل الختام احب انوه وزاره الداخليه وجهاز الامن الوطني تفاعلوا بشكل كبير مع مشهد كامل مفيد حول كاميرات المراقبه، وذاك اليوم بدأوا يوزعون بالشارع منشورات يحثون المواطنين على نصب الكاميرات والتعاون بمنح التسجيل أثناء الحوادث والجرائم. الحمد لله المشهد جاب ثماره مثل ما يقولون، وهذا شيء يدعو للفخر. دائما برنامجنا له تأثيرات
كبيرة خاصة على الأجهزة الحكومية، على الرغم أن وزارة الداخلية تبنت موضوع الكاميرات والدقة العشائرية وسوت هواي إجراءات بدأت تقلل من هذه الظواهر اللي مع الأسف مستمرة بالمجتمع، وإحنا سنة 2018 مقبلين على سنة 2019. أقول للبرلمان بالختام يعني بدل ما تعاركون نزلوا غياباتكم، على الأقل نزل غيابات حتى نعرف من المتعارك، حتى نعرف من اللي تعارك. منتظرين غيابات، وأنا دعيت جمهورنا الحباب اللي ما عنده مشاكل ما يحب يدخل دخله مو زين على أحد يروحون موقع اليوتيوب مال البرلمان ويسألوهم وين الغيابات، وين جمهور ولاية بطيخ. النخوة حلوة، نروح تكتب برلمان العراقي موقع البرلمان راح يطلع لك الموقع، تدخل على آخر فيديو تعلق وين الغيابات يا حلوين. شوفكم بالحلقة الجاية، نقول لكم في مالها. هذا البرنامج برعاية كاروانجي.